تاكسيشن دكاين بزانا هو تعريف الضريبة دي دبركي خصائص ضريبة شاش خالة أهداف ضريبة أهداف مالية دارائي اقتصادية أبوري اجتماعية كمالاتي سياسية بوليتيكال هو جرينجا دوام سيامشت تجنب الضريبي تخطيط الضريبي تهرب الضريبي تهرب الضريبي يعني نداني ضريبة حالاتن للضريبة تخطيط يعني بلاني ضريبة ولا تجنب أو فعلا أو تجنب أو ندام شرحيات بلام لا بري آخري أجد بتواني بخد جوت هي ضريبة في ناس كي محاسب الضريبة هي تهرب الضريبة ضريبة مباشرة وتجنب الضريبة تخطيط ضريبة بني أو يستباس مثل شبه شو هذا بتشبه في ناس فرقنيا ما هي علاقة محاسبة ضريبة بكل من محاسبة مالية تخطيط أو الكتابة كذا هي وأمسيرنا بختام بخوينا جوال جوتان هبو أمسيرنا هلود ما هي فرق بين غرامة ورسم وسم العام أو يبزانن باشا يسدينا سر حسابي أو شرحيات أو ندية وقدا بين ليرة زانا إيوة كشيك تان هي زربيجار يعني بهوي أو خبرة دوسيمانغي كهما طلبة كان لصالة دول بانزا وشانزا وحفدة وهجدة ونوزدة وبيستش دورية كمش يعني بغلط جواب دنوا دزانن بلان بغلط جواب دنوا يعني شون بغلط يعني دين ياسي سي و بين جو دو بانزا بوچيا كاتي قوتي احتساب وعال ضريبة بلان كاتي قوتي مقيم وغير مقيم ديار بكاش تيكترا كاتي قوت دخل خاضع للضريبة ديار بكاش تيكترا الشوازة كترا ياسي كترا او محاسبة يستلع عراق ام ياسي انا بكارتنا وكتابي كرنجا يعني يصب تشيب كارمان لدائرة ضريبة هوليري حلوش تانية خزاني هي او جنية هي او مندالي هي مندال لمكتبي احسابه مندالي كي هجفال كامتر احسابه بيست بينج طالب الام لماستريا او وردة قلتن چار صف زاري او انا همو يكشتا وجب هروانية مثلا ناجحبون دبيت نقو محاولة كم بخطان طيب استوى كدلالة بلغت وعاء الضريبي خاصة لأحد مكلفين حفظ بانجاه زر دينار ده وكالة سلالة احتساب وعاء الضريبي فقلت وعاء الضريبي يا ساكي هو يا بينصد زاري كم ستا سيور دقرين بينصد دوام ستا بينج مليونك تا دو مليون ستا دا دو مليون وزياتر ستا بانج إذا راح حفظ بانجاه زر وانيا بين صدي كم مرة جنس تاسين؟ كان مين دوا؟ دو صد وبنجا. وعجاي دوام شنده ستابين دو جارام دو كوكو تو. استاكرا و دو مليون با. بين صدي كم ستاسين. بين صدي دوام ستابين او مليون كو. چما او مليون كما. مليون كي آخر جارام ستادا. اگر او مليون كو دو صد وبنجا هزار با. مليون يكم بين صدي كم ستاسين. بين صدي دوام ستابين. مليون كي مليون كو دو بنجا جارام ستادا. اگر یه 25 میلیون باه میلیون نکم ستا سه میلیون دوم ستا پنج دو میلیون ستا ده اوا چند روش دو میلیون لگم لک سه میلیون روش چند 25 میلیون بو سه میلیون لیبر واتم 22 میلیون جرای ستا پانزده آها هر اون دیگه خلاص چی شماره کرد او حساب دکه قدم تاجر احمد اقرار ضریبی این داخل سنه مالية 2013 بتاريخ 15/7/350 مطلوب تحديد مقدار ضريب مستحقة على مكلف الهيئة عام الضرائب الحل إن نظر تأخير المكلف تقديم أقرار ضريبي يعني موعد المحدد تقديم وهو سيويكي بينجي 2014 بدون عذر مشروع بيج إيش كشتك من هذا ستادي وردقرين إن لا تزيد على 500 زار دينار كواتلة 500 زار زياتر نية بويا ستو بانجا جران ستادة دكاتا سو بانجا زار ستو بانجا كو سو بانجا ستو داشتا و بانجا زار دو زار سيزدا اوه اگرن غالرا باس كاين مقيم وغير مقيمة مقيم وغير مقيمة بيت بجواني باس كاين اگر لا 15 پاره کده اگر لا 30 پاره کده مبلغ المستحق مبلغ الضريبه جرام فقط مبلغ الغرامه 900 جرام ستان 9 دقات 9000 2900 900 900 900
1970 اگر لپانزای هجده خیلی بیستو یک روش 9000 لیره 9000 کده که نو جران ستا پینج چلو پینج دار همو انکو که او مبلغا در چو او هیچ او یک نیل سری بزانا چند دور دریشتو گه ده ده پینج ده همو کده که الاخری او لیده گره بخوتان لیده گره نک مراسم لیده گره حل نکن هلی کی هیلی را اولی را مقیم و غیر مقیم کاتک چوار مانگ لعراق بیتن عراقی بیتن یا خود عراقی نبیتن او مقیمه که مقیم بو مکتب بغداد و مکتب کویت کودکی نوا که غیر مقیم بو تنها مکتب بغداد خصاب دکن عراقی غادرت کویت و سکن فی یکی پینج دوزار ویانزده عراقی یک چوه کویت در یکی پینج دوزار ویانزده روشت که واتا مانگی یکی چوار و دوی چوار و سی چوار مانگی یک و مانگی دو مانگی سی و مانگی چوار لعراق بو لیکی پینج لعراق نما که وات لیکی پینج روشت که واتا مانگی یک و دو سی و چوار او چوار مانگی چوه نک بوا لعراق بوا لیکی پینج روشت کی کتایی هست سفره کی لسی نوی دوزار و پانزده کاز دوزار و یانزده لیوی بوا دوزار دوانزده لیوی بوا سیده لیوی بوا چوارده لیوی بوا پانزده لیوی بوا پانزده سی نوی دوزار و پانزده کتایی هست سفره کی او گرنگه باشه او منظر برام لما ویه دا ای طبعا دی بگره تورو جومان سیمان چرمان زن چروی دا جاره که تر گرا و عراق زارت العراق سردان زار عن سردان عراق کرد لیکی شش دوزار و یانزده لیکی پیش نچو لیکش عندنا یک مان لیبو گراوا یک پنج روش یک شش گراوا 2011 لغاية یک نوی 2011 لدي مكتب تجاري في كل من بغداد كويت مكتبه كي هي عقد مكتبه كي با بروجي كي هي لبغداد لكويت استوالا 2000 آية هم كابره هم مقيمة لسال 2011 و 12 و 13 و 14 و 15 مقيمة و غير مقيمة قلنا اگر مقيم بو مكتب بغداد و كويت كودا كينا اگر غير مقيم بو تنها مکتب بغداد چون مزانی مقیمه اگر بیتو چوار مانگ اگر بیتو چوار مانگ لا اراغ بیت باش تماشی دیرک لیکی پینج روشت مانگی یک و مانگی دو مانگی سه و مانگی چوار لشونک بو لا اراغ چوار مانگ لسال دوزار و یانسال اراغ بو دوائی لیک شش گراوه مانگی ششو، مانگی هفتو، مانگی هشت، اوش سه مانگ، مانگی نو روش دوا که واتا سه مانگ لیره، چوار مانگ لیره، هفت مانگ لسال دوزار و یانزده لعراق بوا که واتا مقیمونی و نک بس مقیمه، هفت مانگه لبا یانزده هفت مانگ که واتا مقیمه، که مقیم بو، هفت صد سر کو هشت صد سر، لکه واتا ملیو بکن سر باشتا؟ لیک یک دوزار و یانزده لغه سفر، الى کویت ايه صار دوزار يوانزا سكن العراق العراق مش تجيبوها ليك يك دوزار يوانزا ولي غا سفر الى كويت ليك بينش كواتا وشوار مانجا ومقيمه تو بس انا سي مانجا ديش صابك كواتا مقيمه كما دام مقيم بو هشتا كو حفتا من لغو بينسا لسال دوزار يوانزا لشوينك بوها لسال دوزار يوانزا حسابو يانزا تو وني هشتا دوزار يوانزا دوزار يوانزا اماجا فكرة لشوينك نخي كوا دوزار يوانزا هموي لدر ابوا كواتا غير مقيمة تنها نص بكي ودري 2013 كا سيزش هموي لكويت بوا غير مقيمة تنها 500 2014 هموي لكويت بوا كواتا غير مقيمة تنها 400 2015 لسينو 2015 قراوة كواتا سينو ايه لكي سفري كرد بدأت غادرت پیش حساب بکن بلا هم گودی لغایت نهایت لدوی حساب بکن اصلا سینو گراو عراق سینو یعنی کتای مانگ مانگی ده مانگی نو حساب نکن کتای پیاتو مانگی ده مانگی یانزده مانگی دوانزده سی مانگ لسال دوزار و پانزده لعراق بوا کواتا وش غیر مقیمه تنها نوات زارکه ورده دیم
زانا بمشي وازه بيتم ايه اوش لصالة 2011 غير مقيم لانه لم يزر العراق هيش ترى العراق ما كردوا ايش مانجي 2013 غير مقيم لانه لم يزر العراق يعني هيش ترى العراق ما كردوا لصال كوتا دخلك بس العراق حساب لكن 2014 غير مقيم لانه لم يزر العراق هلا وندا 2015 سي نو دكاتشا مانج سي مانج كوتا غير مقيمة دخل في العراق فقط نوت سارة كيوار داقلين ام سيارة بمشي وهذا بولا دورية كمش الاشخاص ادنى مقيم ام غير مقيم ديار بك مقيمين او غير مقيمين عراقي عراقية اعارة خدماته الجامعة اردنية عمان لمدة يكي حف دوزار ويانزا لغاية يكي شاش دوزار سيزدا راتب شاري حف تاو بنتفر على ما بين الدخل من رواتبه وأردن خاضع للضريبة الدخل الأردني ليك يحف تاكو صالي دوزار يانس طاب ليك يحف تاكو دوز مانجي حفتو مانجي هشتو مانجي نو مانجي دو مانجي يانس ومانجي دوانس دكا شش مان كوات اللي صالي دوزار يانس دا شش مانجان دوزار يانس دا غير مقيمة لأنه دخل متحقق في الأردن خاضع للضريبة الأردنية كذلك لا يأخذ دخل ضريبة دخل عراقية لأنه غير مقيم صانع إيرا عراقية ك تشوج أردن ليك حق لغاية كشاش راتب شهري أو من العراق بين الدخل من رواتبه في الأردن دخل من رواتبه داتك لشوينك لأردنه كواتم الموجه لأردنور بقرم با من عراقي من هاتوان ضريبة للعراق بدم ضريبة لأردن دم بويا بم غير مقيم حساب دكرتن أجر نتشوار مانجي توك بدم مقيمة والله ما قدر بموتشكي لأردن ورد دكرتن هيت بروجيك للعراق نيا ما مستيزان كونيا لعراق برو بو بياس الرش ويان بو سفر يان بو تجارة بو كاري كتر نخر موتشل ايه ورد دكرتن بويا غير مقيمة هرشن دا بينشش مانجي شا مانجي حفتو عشتو نو دا ويانا دوانستا باشا 2013 یکی هفت روش مانگی یک و دو و سه و چهار و پنج و شش شش مانگان لیره بوا شش مانگان لیره بوا بلا موچه لیره بوا لسال 2013 یکی شش مانگی یکی شش گراوا مانگی یک و دو و سه و چهار و پنج لیره بوا وانیا ل 2012 غیر مقیم لانه داخل متحقق في الاردن موچه لیره اخد ورده گردن لا يخذ ذلك الدخل في العراق هو من يانزا دوان سيزداش غير مقيم عيني شد غير مقيمة شكا فاركي لا أردن ورده يمكن داشينا دوامكا سوريكا لك عراق كاردكات مدرسا في جامعة بصرة لمدة يكي هاش دوازار يانزا ولغاية يكي حف دوازار سيزا سوريا ولعراق إيجدكا براتب شهري هاش تفضل لشوينك موشوردك إلا عراق مخصص سكن دو صد زر مخصص سكنها تيا بدر بن كاستابيس تيا بدر بن كوالدين ام سوريا بزانين سوري يانزا ودوان سلتا مقيما ولا يخذ دخول الضريبة لأنه يعمل لدى قطاع الحكومي بعقد زانا مقيمة فلما دم لك كارتي حكومي كاردكات او دي بيرونكي او ضريبة حساب ناكل سوري عمل في العراق جامعة البصرة مخصصة كان بالسرد ما بلام أجر أم جامعة البصرة بكم أهلي أو كاد دي حساب هولندي عمل او كارت جامعة بصرة يعني كارتي حكومية هولندية كاري مقاولات دكات لكارتي تايبات قطاع الخاص ليجي بينج دو زار دوان زطاك ويكي حفت دو زار سيلتا بيرات الشهر نصد كوات مقاول كارتي حكومية كقطاع الخاصة كارتي تايبتا موشكي نصد زارة لسالي دو زار دوان زار يكي بينج تاكو سيوكي دكاتا هشت مان ك
فهو ده داخل قاعدة دي ضريبة المفروض جرافتها بلاش حساب ما قلت شوية كارتي خاصية هيقول كارتي قطع الخاص يعني تايبات مختلط يعني تيكلا او انا قطع العام خاص مختلط او انا فهو تحسب ده كان جراني هاشت مان صد اذا قلت الى يجي بينش تاكو في الجنوان زكاة هاشت مان بو او مبلغة لا صالي دوزار سيديك يكتاكو يكي حد قاش هاشت مان شجرانا او دكاتا مبلغة خلاص يان امشي وازا لا امتحانات دبينن يا انا مش شي وزات نهار رقم كذا قولتن لو دو شي وزات ترنيا في ملالي بيانات عن بعض عمليات جنسيات مختلفة عامل عراقي اللي مدة هيك حتى كويك يانطا لراتب شهري او انت زارت العراق لمدة من يك بيش واللي غاية عن كتايكات يك حق كواتا وانا بخوي النوا وكباس مانكر دي اسوالا مكش دبيني لبرش مقيمة شخص معنوي أقدر من أو أنا مش فاهم زانا كرت حكومي شخص معنوي أو أنا أريد بخطر وكل بركتنك لبركة أو جرين أو جرين قال لي ليه كاتب دل احتساب صماحات قانوني مكلف كسك الأعزب خيزان دارنيا أرملة بيوا جنو آن زواج نکردو ار عذب يعني پیاو خیزان خیزان نینا بکار چنی نینا و ارمیلاش بیوا جن مطلق طلاق دراوا متزوجة خیزان دارا الذي يخص مدخولات زوجية لزاريو بصورة مستقلة بشوية ذلك مستقل او بين صدسار متزوجة رب البيت دمج مدخلات معها بزانا مكلفك خزان داره خزانكي زوج رب البيت رب البيت يعني لا ماله اجتكاتم بلام دخلي خوي لقال دهاتي خوي او تكالي كدوا او كاتبت انه صدسة اگر نا بخوي سماحات شخصية مو قد 5 مليون سماحات زوجية 4 مليون بلام اگر قوتي دمج مدخلاتها دكاته 9 مليون مرأة خزانك متزوجة أفرتك خزان فيكيناوا وهمو بسيار ديتني دخل خاضر ريزة بزوجها عاجز عن عمل وليس المريد بعد أن تؤدي ذلك زنا أفرتك زواجي كردوا دخل خاضر كيشي كي مثلا كم عاجزة عاجز يعني كوبلين سقط ياخذ كشيك يا اتر لكار ناشتكار عذريك يا كوبلين بعد ان تؤدي ذلك التماليه تقدم لي مرأت او لي خوش بونك يا مرأت ارملة افرتك ارملة يعني بيواجهنا مطلق ياخذ طلاق الدواء مستقله بذاته يعني بتنيا بخوي بتنيا يعني كثيرتن زريبه ذاتن افرتك زريبه ذاتن طلاق دراوة ياخد بخوي بخوي دج بتني زور حتى انك افرتي بخوي بتني دجي ام تورا افرتانا 6 مليون و 400 سر حكومات لي خوش دبيت سماحات الاضافية بظانا لابسيار ديتن اگر امريكا سكا حساب تكرت الشسي صال بياخد زياد تربو اوقات 600 سر لي خوش دبيت حكومات مثلا مو نفس تحديد ضريبة مستحقة على مكلف علي في سنة 2020 أو در مولده نزار نوصد وحفتا بينج حفتا بينج كم 2020 لك أجل شي سي صال زيادة تربو أو سماحتك قول لك أجلنا كم تر سماحة أولاد كم من داليها بينج من داليها أجل من دالة كاني لمكتب بون لماستر بون شمول لكات أجل لها جي صال كم تربون شمول لكات بلام أجل 30 سال بو طلبه دكتورا بو شمول دكات قدرت 5 من داله هيا من داله كيان لكلية من داله كيان 17 سالة من داله كيان بإيشو 22 سالة كواتا بإيشكا حساب ناكرد بلام اواني لمكتب اواني لزانكون اواني لكلية اواني همون بو حساب دكات اگر من داله كش تازل دكبو 5 مامون 5 مامون حساب دكات 400 زجراني 5 لسر
دواف اي قلتي من دالي شار من دالي من دالي بينجم سي من دالي دايك بوا شار فات زار شار سي من دال شار من دالي هيا من دالي شارم بينج من دالي دايك بوا سي من دالا كجران شار فات زار كي من دالي شارم بينج من دالي هيا سي من دالي شار فات زاراني سي لسر دوانزا يعني شار لسر دوانزا او جماري دار شو لغر او سي من دالي كودا كيوا دبيتا جمارك او دبيتا سماحة الاولاد دبيتا شانا قدر او سماحت انا كلا بارد كنت سيار اصان دبيت موظف شركة اهلية متزوجة رب البيت شاتي رب البيت بيسكنو يشش دوزار ويانسا لدي والد واحد والدان يك من دالي هيا بتاريخي بيستحفتي شش دوزار ويانسا مطلوب تحديد حسنا 5 مليون هموكات لذاته هموكات 2 مليون لزوجه لمدة 6 شهور كان ده 2 مليون 5 مليون كود 2 مليون قطع 7 مليون سماحات يستحق بوصالة دوزر يعني استا اورا ذاته 5 مليون ولم زوجك بو 6 مان لزوجه بصالي 2012 5 مليون لزوجه 4 مليون لزوجه 2 مليون دينار لمدة 6 شهر 400 دولار اي من دالك يا جاراني 6 لسر 2012 دكاتا 200 دولار شكابو 6 مانغا من دال دايب بوا بوا دبي 6 لسر 2012 يبي حساب كي تاريخه كان بجواني كودك ايوه صريبة مستحقة السماحات يعني اللي خوجبوني مستحقة دي زاد وانزا اما بلا غير اما دو مليونات شا شاش مانجا زواجي بيكينا بويا بستنوي شاش عمري يكي حف مانجي حف تاكو بستنجي بستو شاشي شاش دو زار يوانزا بو دو زار يوانزا دو مانجي حفتو هشتو نو داو يوانزا دو وانزا مانجي شاش حساب ناكينا قدر با هفت هشت نو ده یازده دوازده کاش من چه بیستونش چه حساب نکن من گی هفت هشت نو ده شش من شش من گی حساب کن بو زوجه کی لبرتشن شو كاب خوي زوجك خزاني كندا 4 مليون الان مش بو صالح كوتا 2 مليون بو شش مانجا بو هذاك 2 مليون ليره اللي بدا غادي نمشي انا بن بو انا سمان 2 مليون سكا 4 مليون بو خزانك رب البيت بيتن 4 مليون بلام اگر استا قد با دخله ايه اقول بدخله هيك هو بانا مدخلاتها دمج مدخلاته او كانت 2 مليون جرى صار دوان زمان ذاك او كانت ابوها 4 مليون ونيم بو شاش مانك او كدر والله ما قال نيكو دخله مكو استا رب البيت 4 مليون او كدر رب البيت 4 مليون مثل نمونه كتير ايه شلون ال بو زوجك هم كذا قرب البيت يعني خيزان ماله ابو او يا اول امتحانات بوا متقاعد هيك حكومي يعمل في شركه مساهمه زوجيه للتاريخ كذا تقبو تشلوسي خيزانك كان او صالي هشتا كوتا خيزانك ورد بين بو كي دربينين بو 2008 كوتا 1908 كم 2008 تكاش 6 صار باشا لا حفدي دوي داشتا حفد دايك من دالي كم او من دالي من دالي دوام بدون عمل كبدون عمل بو او حساب ناكل
او طالبه وحسب كان طالبه طالب و سي شوار طالب كوزا كم من دالي هي شوار من دالي هي ما دام شوار من دالي هي اما شوار جران شخص زار دكن اي كم جار سماحات سماحات شخصيه 5 بليونه او 5 بليون بودو زار و هاش دمشي اوها شش صد هزار زوجیه چون که عمرش 60 سال زیادتره زوجی که حساب که 1998 کم 2008 دکاتا 60 سال 60 سال 65 66 میم 68 70 سال صد هزار 60 هزار سماحات زوجیه چهار من دالی هیا جران چه صد هزار دکاتا میلیون 600 هزار کودا که وا او درج خلاص هر اون دیم آن میشموش عینی سماحات زوجیه ذات او 5 میلیون 4 مليون بخزانة كلا برشة شنكا متزوجة رب البيت خزان دارة وخزانة كلا ما لا ويجد كاتم تبيني اوانا ايش ديارة ايش ايش تتار دوان ذات ممدالة كحساب دكين وشونا وشونا ايو دبي ايو فير امرأة افرتك تعمل في شركة اهلية زوجها عاجز خزان بياوة كي مثلا سقط ياخذ كمان داما شتيكي هي ايتر دخل خاطري ضريبة لدي ولدان اول ولدته لبينج دوانز ايزار نص دنوات زانا من دالك لديك بوا بينج دوانز يعني بس بينج رجع حساب دكي بينج دوانز وهو طالب الكلية والثاني بسوسي دوانز صال نوت دي بسوسي دوانز كواتا او مانجك اوش مانجك او بوچان دو مانج بست پنج دوانزا اوش بسته دوانزا چوارسات زار جاران دو دکاتا هشتات زار پینسات زار یخویدی پینسات زاریش لینو عاجز اگود من پنج بلیون عفوان پنج بلیون لیزاتا و پنج بلیون عاجز بو لخشتك باس مانكر دو صالش دو من دالي هيا ما دام من دالي كم طالب كلية او يدكاش طالب اعدادية ما دام هلو طالبية كوادشتكين چارتات صار ابو يك صال جران دو تقايدة چارتات صار شكا هلو طالبية وكما طالبية بيتن حساب دكتة ايه استلم سيالك تحديد سماح تستحق اللي يخوجبوني شايسته سماع تحب اوش نفش تم موظفيك چوار اولادي هيا همو اللي دوانزاي كامترن كوات هر چوار حسابا او تو زوجك اي بسبين شش كوات مانجي حفتو اشتو نو دو يوانزا دوانزا كاشش مانج عيني چوار ملون جران شتا دوانزا او جمالي در چو بين كلنش همو قد لزاتي ايش ني همو يكش يعني اقل يعني بجوكتر اكثر يعني قبرتر اقل من هجده زوجك رب البيت استاد اجنبي 500 دولار لذاته و 5 مليون ذاته و 4 مليون زوجه و سي اولادي هي جاران تاخذ 12 مليون كوب كود كاتا او دوائد ليرا يعني او انا حسابين انت ما شاء الله كتير او يديرن بو لا يا ساكن فيربن او يديرا شتيا سعر الضريبة على الدخل الشخصي هي ضريبة الدخل الشخصي حموكات 5 مليون كم ستاسيها 5 مليون دوام تاكو مليون اك ستا 5 مليون اك اگر 700 زار بو 800 زار بو 900 زار بو 999 زار بو ستا 5 مليون اك زيادتر تاكو 2 مليون ستا ديا لا 2 مليون زيادتر ستا 5 ديا او بخوت ابي لبر شو مظانم احتساب مقدار ضريبة دخل المستحقة على مكلف شو احتساب مقدار ضريبة دخل او جادي ليرا حساب كتاب خدك اي تو يعني ايش لك يا ولد ثانية كان هبير هنا انا ويا او نو مليون وانيا نو مليون 500 زاري كم ستاسي ورد غير بوا 1500 500 دوام بس 5000 مليون مليونك او بوا دو مليون نو مليون كم دو مليونك هذا حاف مليون حاف مليون لغش حمول ستا 500 دي شو مالك درت دو ايدين فوائد سندات ستا بيستا هموكات باشا ستا بيستا حفت مليونك حفظ بانجال جران ستابيس بو مليون بتنصد مجموع ضريبة دخل او مبلغة كو او ايدك التواف
او انا كودا كده انجامي اول قال انجامي كوكو دارتشو او جامو كات ارباح او مبلغ اجماري ارباح ليرزا ميسي او ايه عراقي اعمال تجاري مقدارك كشان ده نوملونا بلام سند فوائد سندات حفظ بنجازة فوائد سندات شما ليكر او يجب شما ليكر احتساب مقدار ضريبة الدخل كواتورة هم سؤالها تبوه لا لا وي لا او عمارة تلافين لك لا وي ايه يكن شما قلت ارباحك ارباح مال تجاري استاذ سي و بين دي دو بانزا فوائد سنة تغير استاذ بيت كور مانجت هموكات دوي انجام يهدو ان كودك كيو خلاص كودا بيتو ايه اول شيء براتب شهري او اندية مؤجلة ديرا راتب شهري كجران استاذ دوانزا مانجا كنش كيك استاذ دوانزا مانجا خلاص يعني هر تماشاك كتير دقي عندك خود ليت اوكي اه زيادة اون دي عاجزة او سماحات شوار من دالي هيا و اوه او شرب ايشني سنة منتهي سنة منتهي او اربع او اربع الى تسلسل بيانات دوزار سل دوزار چاردة سيزا كدير بنسا چاردة كدير بنسا ملاحظة اكا بنسا تقدر اربع خلال في نفس السنة تحقيقها لأن مبلغ الأرباح معلومة لا سلطة مالية أو امتحان شهر بو أوش أو أرد بوها هلا ويها أو مبلغة أو مبلغة ها حفتة وبين لقل حفتة وشش بيستونو لقل بينسا بيستونو بينسا كودا كيبا أو بتانا نطبوع تشوفنا دوري بوها بلان فيديو منابو امي لسر موضعي تشكا قلت يا لما فولين او شرحاتك يا طوهر او امي لا دوري دوامش او بسريتوا رقمي دا قولت او ديتوا رقمي دا قولت او يست داخل الكويت وبغداد وبسريتوا مقيم وغير مقيم رقمي دا قولت يوادر ام فيديو سودة قوية وهابتن والله ما قام زمان لبشت نبيتن يجار بجار حاليش نكي لا آسانيا لا لواني لا امتحان توشي حلا بيت